النهارده احنا طالعين نحتفل مع حضراتكم، نحتفل بنهايه سنه كانت صعبه جدا من الناحيه الصحيه ومن ناحيه امور اخرى كثيره جدا، ولكن الفرحه الوحيده او الفرحه اللي كانت دائما متواجده هي النادي الاهلي. النادي الاهلي خلال السنه اللي فاتت تحديدا فرحات او امور كثيره جدا 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 كنا فرحانين فيها. فرحنا بالدوري العام المصري، فرحنا بكأس مصر، فرحنا ببطولة إفريقيا، بدوري أبطال إفريقيا بعد غياب طويل، هنتكلم عن كل الأمور دي النهاردة، وأيضا فرحنا بالمستوى الأخلاقي اللي متواجد داخل النادي الأهلي. يعني إيه المستوى الأخلاقي اللي متواجد في النادي الأهلي؟ حضراتكم عارفين النجم مؤمن زكريا طبعا، نجم مؤمن زكريا خلال فترة طويلة جدا كان تعبان وكان بيتقال كلام من هنا وكلام من هنا وكلام من هنا، ولكن ما حدث خلال هذا العام من تضافر كل الجهود لعودة مؤمن زكريا مرة أخرى، أعتقد أن ده كان من أهم سمات هذا العام. السنة دي كان فيها حاجات حلوة كتيرة جدا، كسبنا دوري، كسبنا بطولة أفريقيا، كسبنا كأس مصر، وإن شاء الله ربنا يكملها لنا على خير السنة اللي جاية، وتبقى سنة خير 2021، وتبقى سنة جديدة ناخد فيها كمان السوبر المصري والسوبر الإفريقي، وإن شاء الله نعمل مركز، أو ليه لأ ما ناخدش كأس العالم. يعني هنبقى نتكلم برضو في الأمور دي، كأس العالم للأندية يعني. ولكن ما حدث مع مؤمن زكريا من تضافر جمهور النادي الأهلي، إدارة النادي الأهلي، لاعبي النادي الأهلي أو لاعبو النادي الأهلي خلال الموسم السابق، أعتقد أن ده كان أبرز شيء، كان شيء هام جدا جدا، وإن دل يدل على أن عائلة الأهلي ستظل دائما موجودة، عائلة النادي الأهلي ستظل دائما موجودة. مؤمن زكريا كان هو الرمز خلال هذا الموسم، سواء في البطولة الأفريقية أو سواء في الدوري العام أو في كأس مصر، كل اللاعبين احتفلوا مع مؤمن، كل الجمهور احتفل مع مؤمن وراحوا له البيت. رئيس النادي كابتن محمود الخطيب، الحقيقة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، احتفل مع مؤمن، وكانت لحظات جميلة جدا 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 الحقيقة، كل الجمهور الأهلاوي شافها وكل جمهور مصر الحقيقة. فده إن دل فبيدل على قد إيه عراقة هذا النادي وعلى احترام النادي ده لنفسه ولأبنائه ولأخلاقه والاسم مصر قبل أي شيء الحقيقة.